فنان تشكيلي مرت تجربته الإبداعية بعدة مراحل أكاديمية وفنية. بدأ مشواره الفني يرسم الحرف مع والده الذي كان يعمل خطاطاً، فتفتحت لديه آفاق الإبداع. تحول لفن الرسم وكون له أسلوبه الخاص في التعامل مع سطح اللوحة والألوان. سافر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1975، وراح يطرح نتاجه الفني ويدرس فن الرسم لطلابه. يعد من المؤسسين لجمعية التشكيليين الإماراتيين وجماعة الجدار للفنون التشكيلية. أنا أبوي فنان خطاط ورسام مشهور جداً ببغداد، علي حسان الخطاط. بالأساس هو كان رسام، والخط مع المهنة يعني يشتغلها. فأنا كنت أروح يم الوالد، كان مرات من أنا طفل ويأخذني ويا للدكان. ومن صرت بالإعدادية يعني المتوسطة والثانوية كنت أودي له الغداء الظهر. فمن صرت بالثانوية هو من يرجع للبيت أنا أظل قاعد بالدكان، اللي يجي الخط ما يندرش إنه أنا أخطها بيدي. طبعا الخط مالي على قد حالي، مو خطاط أنا حقيقة، لكنه أرسم الحروف. هو علمني خط الرقعة، كان الرسم يعني هواية. بالمتوسطة أخذ الجائزة الثالثة في يوغوسلافيا ماكو رسوم الأطفال. كان مدرس الله يحفظه، الله يذكره بالخير، الله يرحمه. بالمتوسطة الغربية المتوسطة كان يرعى الموهوبين بشكل رائع جدا، ويسوي لنا معارض. فتكونت يعني خزين معلوماتي، خلينا نسميها، نفعت هذه بدراستي الأكاديمية. لأنه من تخرجت من الثانوية طلعت على أكاديمية فنون جميلة. فالحمد لله وشكر كانوا الأساتذة أيضا من عمالقة الفن التشكيلي بالعراق في وقتها، من فايق حسن إسماعيل الشيخ لي، حافظ الدروبي، وغازي السعودي، وكثيرين غيرهم موجودين. فكانت المنافسة أيضا شديدة جدا بين الطلاب، وكنا أصدقاء. فكنا نطلع المكتبة المركزية، وخاصة بالقراءات، لأنه بالمسائل العملية كان واحد أحسن من الثاني. مثلا أنا زين بالحفر والإيتشينج وغيره، أفضل من عندي بالألوان الزيتية، واحد أفضل بكذا. فبس كنا نتنافس من شان الدرجات الأعلى، عسى ولعل أن نطلع بعثات برا. كانت أيضا 4 سنوات مليئة بالطاقة الإيجابية، من قراءات إلى ثقافات، من إلى نقاشات إلى حوارات. وكانت في وقت اللي هو بين 69 و73، كانت الأفكار المتضاربة السياسية والثقافية كلها موجودة في بودقة واحدة، وكل واحد لازم يخلص حاله بنفسه. فعليه أن يقرأ حتى تكون عنده الحجة اللي هتكون أما عليه أو إليه. الفن شامل، الرسم بارت. الموهبة تنفع بالرسم، أن يرسم بشكل دقيق، يرسم اللي يعجبه، بس as reality، كواقعية. بالواقعية تلقيه متفوق جدا، بالأخير يتحول إلى حرفي. لكن ما ممكن أن يكون مبدع إذا يأخذ فقط جانب الرسم بدون دراسات، بدون ثقافة، بدون أي شيء. بس إذا كان عنده رؤية فلسفية يشتغل عليها ويملك الموهبة، لا يطلع يصير فنان مبدع جدا، بل ويطلع إلى العالمية. يعني إذا نأخذ سلفادور دالي مثلا، عنده حرفية عالية جدا، موهبة عنده كبيرة جدا في خلينا نقول التوافق البصري والتوافق العضلي والذهني، فيكون تركيزه عالي. من تبنى الفلسفة السريالية برز فيها، كذلك بيكاسو، كذلك اللي الموهبة بس مو هي أساس، نهائية مو هي أساس، وإنما الرغبة الملحة. أغلب الفنانين يعني إذا ذكرت لك 1، 2، 3 يملكون موهبة، لكن هناك عشرات ما يملكون موهبة، لكن وصلوا إلى غايات إبداعية كبيرة جدا، مثل كلي، مثل غيره وغيره، اللي هم تقول له أرسم مثلا بورتريت كذا، ما يجيده، ما يجيب يعني مثل ما يجيبه دافنشي مثلا. لكن من اشتغل على التكعيبية ويا بيكاسو كذا، صار علم من أعلام الفن. أخذ سيزان مثلا، مو الموهبة لوحدها مو كفاية، بس الرغبة الملحة، عندك رغبة ملحة حتى لو ما تعرف ترسم تصير فنان، بس عليك أن تدرس وثقف نفسك في هذا الجانب. أنا مثلا طلعت الثالث على الكلية، واللي طلع الثاني، واللي طلع الأول، كل
كلهم ما حصلوا بعثات، اللي حصلوها اللي هم تابعين للنظام اللي معدله 60 65 63 اخذوها. بس الاول صلاح الشيادة الذكرى لحد هذا اليوم ما حصل البعثة. مجيد حميد الان هو موجود بالحلة ثاني على الكلية، 6 امتياز عنده، يعني هاي تذكرين لانها جزء من حياتنا اللي هي خلتنا تبلورت حياتنا عليها. كان الثاني على الكلية، كنت الثالث على الكلية 86 وكسر، نفعتني بالماجستير في نيوزيلندا بعدين هاي الدرجات العالية. لكن ما طونا البعثات لان احنا ما ننتمي للسلطة لا من قريب ولا من بعيد. وكان عندي أمل أن أريد أكمل دراستي، يعني الفن أصبح هو مو مهنة أدرس، يعني الكلية كان اسمها أكاديمية فن جميلة، هي مو مؤسسة تربوية تخرج مدرسين، هي تخرج فنانين أو من يتطلعون أن يكونون فنانين. فكانت طلعتنا للإمارات هي حقيقة أن نجمع كم فلس ونطلع مرة ثانية لفرنسا أو سويسرا، لأن تعرف أنت الحالة المادية تكون عامل مهم جدا بتكملة الدراسة. البلد هنا جميل جدا وأهله رائعين جدا، ما حسسوا كنت طلعت من بغداد. وبعدين صارت ورا سنتين من الدراسة الشيخ زايد الله يرحمه قال دول مدرسين دا يعلموكم تطوهم رواتب قليلة ليش؟ راح زايد الراتب الأساسي للمدرسين فقط كادر سواه واحدة 60%، فصار الراتب كلش كبير. وزير عندنا بغداد ما ياخذه. أنا أقول لك الإمارات ما هي هجرة، أحسها بلدي. وما حسيت في يوم من الأيام، لأن أهلها كلش يحبون العراقيين ورائعين جدا، ما يحسسوك أنت مهاجر، أنت واحد منهم. تضمنت تجربة الفنان التشكيلي إحسان الخطيب مختلف أنماط الرسم، ومنها رسم الطبيعة والتي كان لها الحصة الأكبر في لوحاته. تناول فيها حياة الأهوار من زوايا مختلفة، فما الذي تمثله الأهوار لإحسان الخطيب؟ في تاريخنا إحنا نقرأ بالكتب من نتكلم عن السومريين والأكاديين والبابليين، هاي كلها كانت في منطقة الأهوار. من نتكلم على سيدنا نوح هو أساساً بالأهوار، سيدنا إبراهيم أساساً بالأهوار، كلهم هذا سكنهم. كانت الأهوار هي خدها سميت تاريخ العراق اللي العالم كله يعرفه ما بين النهرين، هو هناك كان. رسمت عن ناس الأهوار، فكانت عندي ثلاثية جميلة اللي هي العروس والبليد والأم. كانت عن أساساً الثورة اللي صارت هناك، وكلها صارت بالأهوار. فبديت عودة الرايات كلها بالأهوار. هذه منظومات من أتكلم عن هاي المسميات، كل مسمى منها مثلا أخذ له 60-70 عمل فني لأنه عمل متكامل. صار انه بالسنة 99 سويت الهجرة مال نيوزيلندا. فمن رحت منه انا كنت فنان معروف جدا، واللي كتبوا عني اللي اعطوني اللي لازم اكون فري يكتبون عنك حتى يقبلوك هناك بالدراسات العليا، كتبوا انه هذا شغلة ما منها. فهناك صار نوع من الانبهار خلينا نسميها في الكلية. فنيوزيلندا كلها بلد طبيعة، هي سامبل من الجنة حقيقة، يعني أتمنى كل واحد يوصل لها. كل سنتيمتر منها هو جمال حقيقة يعني. فأخذت منطقة من مناطقها وبديت أشتغل عليها اللي هي كيب ريانجا، وهذه صايرة في أقصى شمال نيوزيلندا. من دخلت على الماجستير قالوا لي شو تريد؟ قلت لهم أكمل اللاندسكيب والإماجينيشن اللي هو الموضوع مالي، بس لح أختار الأهوار. أكو جغرافيا ما كنا نعرفها اسمها الجغرافيا الدينية، هذه بها كل أماكن اللي نزلت بها الأنبياء، كل الأماكن نزلت بها واللي تحركوا بها. فطلعت كل الأماكن اللي نزلت بها الأنبياء هي العراق والشام ومصر، هذه يسموها فقط هذني الثلاثة، ما أجوا أنبياء في مكان آخر نهائيا بالجغرافيا الدينية. لكنه تقريبا كل الأنبياء ما عدا كم واحد كان مكانهم الأساسي شنو؟ العراق، وكان الأهوار على وجه التحديد. فأنت من تقرأ عن موضوع بهذه الكثافة، بألم، الألم يصنع الجمال، بألم. بديت أشتغل السنة الأولى من ماستر سنتين. دراسات الفن مو نظرية، ما تقدر تدرسها بالمراسلة، لازم تكون أنت متواجد، يسموها دراسة فعلية. السنة الأولى خليت نفسي أنا الأهواري،
فأصبحت السنة الثانية عن الأهوار بس عن البيئة، فقامت تأخذ منحى آخر. الألوان الجميلة والبراقة في أحلامي تحولت إلى حزن، لأن أنا خليت نفسي بمكان التربة كهوة. فمن خلصت الماجستير طلعت بأسلوب آخر تماماً، كنت أشتغل على الواقعية التعبيرية قبل 2000 وحتى قبل الدبلومة. بعد 2000 بديت أشتغل على التعبيرية الرمزية وعلى التعبيرية التجريدية. الموضوع ظل هو الأهوار، وبقى المشحوف عندي بكل لوحاتي موجود بس كرمز. أصبح هنا موجود، هنا موجود، كله موجود بس أصبح كرمز، ما عاد أصبح المشحوف فقط بالأخير نوع من الآيدي عن اللوحة. شوفها تقول إحسان الخطيب. اللون حالة خاصة. شنو يعني حالة؟ هناك كثير جدا من الفنانين يفوقوني بالعمل لكن ما عندهم اللون، اللون ما يملكوه. وهناك فنانين يملكون اللون. اللون إحساس، اللون إحساس. هناك 16 مليون تون لوني. كم لون تقدر ترسم من عندها أنت؟ إذا فكرنا هالتفكير صرنا كمبيوتر. بس من ترسم الحالة مثل ما أنت تريدها، مثل ما أنت تتخيلها، مثل ما أنت تحسها، وأنت أساساً عيونك تحلل اللون صح. ما قلت لك أبويا فنان ورسام، فمن أنا من الصغر أنا أشوف الألوان اللي أبويا يشتغل بيها يحلل اللون، تحليلات اللون، تحليل عرفوها بالقرن 19 في نهايته من بدأوا الانطباعيين يرسمون. قالوا الشجرة لونها مو بني، لونها أخضر، ليش ترسموها بني؟ رجعوا كل لون إلى أصله. التحليل اللوني هذا إحساس، يعني مو بكيف نشتغل عليهم ما نشتغل. حتى من أريد أشتغل لوحة حزينة ما أرسمها بلون أسود، أرسم بمئة لون إحساسك بها كأنه لون أسود. جزء من حياتي كون عندي جاليري أساساً، وناس تجي تطلب بورتريت، أنا أحب مرات أرسم بورتريت. فجزء من حياتك أنت كفنان أنت تكون رسام أو نحات أو يعني أي موضوع عندك أنت ماشي بشكل أو بآخر، فهو رسم. فهناك كثير جداً من الأعمال الفنية كانت بورتريت. من تشتغل لنفسك بالأعمال الفنية ما تفكر بالبيع، تفكر شلون تطرح مشاعرك للوحة. أنا انباعت اللوحة كان بها، ما انباعت أنت طلعت شيء ما من داخلك إلى الكانفاس برا. فهي عملية متعة، متعة أن أنت تجدد طاقاتك الإيجابية باستمرار من خلال اللون. يعتبر إحسان الخطيب الفن التشكيلي سلاحاً يجب توظيفه في مواجهة قضايا تهم الإنسان والمجتمع، إذ لا تكاد تخلو لوحة من لوحاته من الأمل. فما الذي يستفز فرشاته وألوانه في تناول الجانب الإنساني؟ المعاناة ليس بضرورة معاناتي الشخصية، بس معاناتك، معاناة أصدقائي، أهلي، معاناة الشعب العراقي، معاناة الشعب الفلسطيني، أخذت من عندنا حياتنا كلها. يعني من 75 إلى سنة 99 هي فقط معاناة الفلسطينيين والعراقيين كانت لوحاتي على الإطلاق كلها. فبنتكلم إحنا عن ثورة فلسطين، هذه في ضمير مو كل عربي بل كل مسلم، موجود في كل إنسان شريف حول العالم معاناة الشعب هذا. معاناتنا بالأخير دخلة صارت وياها أكل بالضبط. فكانت كلها تطلع لوحات، تطلع كلها عن شكل لوحات، لأنه بالنسبة لي الفن حالة، ليس هاجز بداخلك وينتهي. حالة مستمرة، عملية الألم مستمرة إلى أن تفي، يعني تنتهي آلامها، ما انتهت آلامنا.
احنا كانت الفرشة مالتنا هي السلاح. هذا اول سؤال يسألوه تروح تدرس اكاديميا في العالم مو بالوطن العربي. من دخلت بالماجستير دا اكمل، انا عندي درجات تنفعني وعندي دبلوم ايضا جيد ينفعني. سألوني هذا السؤال، قالوا لي شو يمثل لك الفن؟ قلت لهم سلاح. انا كوني من الشرق الاوسط منظومة البيهر مو بالضرورة قاعد ببلد آمن ما أحس بأهلي بالعراق ولا أحس بأهلي في فلسطين أو في سوريا أو بمصر وبالوطن العربي اللي يصير، مو بس بالوطن العربي حتى في تشيلي، حتى التوتسو والهوتو والتوتسي اللي ذبحوا بالسي دولة كلهم جزء. الحديث أو الإمام يقول لك لم يكن لك هو أخا في الإسلام، هو أساسا أخا لك في الخلق، مساويا لك في الخلق، هو إنسان، هو إنسان ليس بالضرورة يكون أخويا فأتألم، هو إنسان بأي مكان معاناتك معانات وحدة بشكل أو بآخر. فالألم هو اللي يصنع الجمال أساساً. فكانت أعمالي قلت لك قبل التسعين كنت أعبر عن هذا الألم بأعمال ما أقدر أسميها أنها رائعة جداً، لأن هي أعمالي بس غير يعني شهادة مجروحة من عندي، لكنه كانت تمثل القضية إنسان. بعد 2000 بعد ما طلعت إلى من تطلع أنت برا وتبدي دراستك تصير أكثر عمقا وتدخل بالفلسفة الفنية وكذلك فلسفة الجمال وتدخل بالوعي واللاوعي تصبح الأمور مختلفة، نظرتك للألم تختلف. الآن دخل اللون الذهبي أوراق الذهب أشتغل، وهو أيضا الأمل في كل لوحاتي. حتى أول من كنت ترسم الأمل كان لازم أكو بقعة بيضة ولو نقطة بيضة باللوحة لازم. أنا من أشتغل على لوحة معينة بيها موضوع، إذا كان موضوع هو التجريد رمزي كلي أكتب قبل المعرض أو خلي جنب المعرض فلسفتي، فمن يقرأها بعد كلها تنفتح قدامه يصير كتاب مفتوح يقرأها عادي جدا. لأن عملية قراءة الفنون هي عملية نقدية مو للمتفرج، المتفرج شيء والناقد شيء والفنان شيء آخر. المتفرج مع الأسف عندنا إحنا يمكن أنا لاحظتها كل المثقفين ما يسألك شنو هذا الموضوع اشرح لي اياه، لان هو دا يتذوق اللوحه. اذا فهم الموضوع كان بيها، ما فهم اللوحه يجوز عجبه لون، عجبه خاط، عجبته اللوحه كلها ما يدري شو السالفه، مو مهم. المهم التذوق العمل الفني. الفن موسيقى، موسيقى. انا تعجبني موسيقى شهرزاد، الان دا اشتغل على مجموعتي الجديده كلها هي من الاهوار، لكن شهرزاد اللي هي ماخذها شنو من وحي الخيال أحلام اليقظة لهذه المنطقة في الحب بالحياة بكل حاجة. من سميتها شهرزاد لأنه أكو موسيقى اسمها شهرزاد رائعة جدا، هو مسويها إيطالي بس من تسمعها تقولها نسويها واحد عربي، لأنها تدخل داخل القلب تخاطب القلب، ما لها علاقة لا بالعين لا بالإذن لا بأي شيء. العمل الفني يعتمد على الحالة، استانس بالألوان الزيتية، الألوان الزيتية تمشي بدمي، يعني أحبها لأن تعطيني كل عنصر أريد يطلع من مشاعري من إحساسي يطلع عندي بالألوان الزيتية. بالصيف ما أقدر أرسم بالألوان الزيتية، لازم أفتح المكيف، المكيف هذا يروح وين؟ راح يتعب الجيران ويداور الهواء حتى إلي يتعبني، فأضطر أرسم بالألوان الأكريليك. الأكريليك ألوانه أكثر عمق لوني وأكثر بهجة خلينا نسميها. فالأسلوب اللي أشتغل عليه ويطلع عندي بالألوان الزيتية اللي هو يطلع التلقائية خلينا نسميها بالعمل الفني، لأنه هذا هي بيرفورم عملية أداء كيف تشتغل أنت. فشغل بالألوان الزيتية 60% منه تلقائي، بس أنا أديره منه لأنه بعد أجي له ثاني يوم يلا أعرف هذا الخط وين وصل، هذا النهر اللوني وين صار. مرات ما يطلع مثل ما اريد، امسحها اللوحه ارجع مره ثانيه. بالاكريليك لا، كل خط موجود انا بايدي بالفرشه او بايدي راسمه، ما يصير بعد بالعمليه اللي انا اشتغل بها الادائيه بس من شان الجيران. لكن بالاخير ايضا وصلت الى اسلوب خاص بي ايضا يختلف عن الالوان الزيتيه، لانه كله قصدي 100%. الالوان الزيتيه بها 60% لا قصديه بالعمل، لانها يعتمد على الاداء. الكولاج يعطيك انتاج سريع للحظة اللي تعيشها اليوم، ف
فهذه كانت كل يوم يمشي في مصر أنا عندي لوحة كولاج عن مصر مع شعر عن الشعب المصري، عن بطولاته، عن جمالياته، عن الحلاوة اللي بيه شعب مصر. شعب المثقفين اللي بيه كانوا مساندين لكل قضايا العربية، هم أكثر ناس انطوا تضحيات بالنسبة للشعب الفلسطيني، دمرت مدنهم من شان قضية خارج أسوارهم. يعني لما ترسم مشاعرك هناك مثلك 30-40% من الناس نفس المشاعر يحملوها، اللي ما يحمل نفس، وهذه شيء أيضا جميل. يعني هو المثل يقول له تساوت الأذواق لبارة السلع، كل واحد من عنده عدة خاطرة وعدة عدة حالة. الحالة هذه عليه كانت كفنان، إن كنت موسيقار، إن كنت رسام، إن كنت حولها لا تستمتع بها الناس. الموسيقار ما يقولوا له والله سوينا في القضية على فلان قضية، والله يقعد 50 سنة ما يعرف يسويها، بس لما تجي على باله يسوي لك أفضل مقطوعة لشغلة معينة هو يحسها وهو بعدين يقدمها. يرى بعض الفنانين التشكيليين أن الانفتاح على مدارس الفن العالمية قد يؤدي إلى ضياع الهوية، ويرى البعض أن الغوص في المحلية يجعل الفنان بمعزل عن محيطه الفني. فما هو رأي الفنان التشكيلي إحسان الخطيب؟ كل ما يكون عندك اطلاع أكثر وأكبر على تجارب الآخرين، كل ما تثري تجربتك أنت، تعرف موقعك وين بالضبط. مسألة أنه التجارب هذه اللي تروح تشوفها أنت، مثلاً أنت كل شيء موجود عندنا بالكتب، لكن من تروح أي دولة الفنان أول ما يروح على متاحفها، كل متاحف كل الصور شايفها هو، كلها موجودة عندنا بالكتب، لكن من يوقف قدام اللوحات دي لاكروا مثلاً موت ساندرا بولا ويتفرج عليها اللوحة قد هذا الجدار مرتين، بيها نوع من عمق الرهبة بالصور اللي تشوفها أنت شيء، ونشوفها على الطبيعة شيء ثاني. بشكل أو بآخر جدا مهمة عملية تنوع الثقافات، وأن تربطك بها جسور معرفية وليس تقليدية، لأن هناك كثير مع الأسف من الفنانين، أقول الفنانين وليس الرسامين لأنهم فنانين، لكن استسهلوا عملية سرقة أساليب أخرى، أو ما نقول سرقة، نقول استعارة أساليب أخرى ويشتغلون عليها، علم أن هم إذا اشتغلوا يطلعون أفضل من ذولاك، لأن عندهم تجربتين، تجربته الشخصية تجربة الفنان اللي يأخذ من عنده. هناك أسباب مادية تتعلق بهذا الموضوع، لكنه سؤالك رائع جدا، أنه هل نستفيد؟ نعم نستفيد، واستفادة قصوى يطلع المارد اللي جوه الفنان، ثقافة بصرية. الإمارات حالة متفردة، بمعنى أنه جمعية التشكيليين الإماراتيين من تكونت كان هناك 5-6 من الإماراتيين، وكانوا هناك حوالي 15-20 واحد من العرب، وأغلبهم مدرسين أطباء مهندسين. الشيخ الدكتور سلطان كان أعطى أوامر إلى رئيس الجمعية اللي صار بعدين محمد يوسف، الدكتور الآن محمد يوسف، قال الكل لازم يكونون سواسية في داخل الجمعية، سووا أنتوا خلوا القانون أوكي، خلوا 5 من المواطنين بس، خلي تكون كل فروعها أنتوا وأخوانكم العرب يديروها. بس هي قبلها أنا كتبت حول هذا الموضوع كتاب سميت النشوء والارتقاء بالفن التشكيلي الإماراتي. الكتاب هذا شلون نشأت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، من ما بدأ الفن بالإمارات قبل الاتحاد إلى سنة 1985، لأنه كله موجود في الذاكرة. أنا واحد من الجماعة اللي ساهمنا بالتأسيس. أنا هنا أشعر أنا بالمكان الصح، لأن الخاطرة والحالة هي موجودة بس تحتاج إحماء، مثل الرياضي المسافات الطويلة يلف الملعب 5 مرات حتى يسوي إحماء، لأنه لا يلفها بعدين 50 مرة، يختلف عن إحماء واحد ثاني دقيقتين يسوي إحماء ويسوي لك يلعب رياضة 10 دقائق. فالمرسم أنا قاضي به كل وقتي.